القائمه الافريقيه. لكن في البطوله العربيه انت بتسجل دلوقتي بعد ما القائمه المحليه خلاص راحت او تم تسجيلها في الاتحاد المصري، فبالتالي الفرصه بتبقى احسن. عشان كده هتلاقي التفكير في النجوم الصاعده او اللعيبه الشباب اللي طالعين يعني. والاهلي عنده يعني ذخيره كبيره جدا من الناشئين، وبقول احسن واحسن ان انت يبقى عندك بتشتغل على ده، والناس اللي موجوده في قطاع الناشئين تدور على الكره والنجوع والمراكز والمدارس، مش عيب، بالعكس ده كنز. يعني الناشئ في الوقت الحالي كنز. وبقول لكل ولي امر ومدرس وصاحب وجار واخ، اي حد شايف في ابنه موهبه تمام، ما يبخلش على نفسه. يمكن هو ده اللي انت مستصعب الامر جدا، وما فيش حاجه اسمها واسطه، وما فيش حاجه اسمها محسوبيه، يعني ما فيش كده في الكوره. دي يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن ما فيش مجامله فيها، لان الحكم فيها للجمهور. واللي بيضحك عليك ويقول لك لا دي فيها واسطه، اصل انا رحت وخدوا ابن فلان او صاحب فلان او صديق فلان او جاي من طريق فلان. هو كل نجوم الاهلي او كل نجوم الزمالك او كل نجوم الاسماعيلي او كل نجوم المصري او اي نجوم موجوده في الدوري المصري، اخواتها مين او ابهاتها مين او لا امورها مين؟ مفيش حد. انت موهبتك نفسك، يعني ثقتك في ربنا وثقتك في امكانياتك.